تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من اكتشاف تشكيل عصابي مكون من بعض المسؤولين بمديرية أوقاف قنا لاستيلائهم على 10.5 مليون جنيه دون وجه حق للتلاعب في منظومة الصرف الإلكترونية، بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز والمكافآت. كما تمكنت الهيئة من ضبط أحد العاملين بمجلس مدينة الغردقة لطلبه أخذ 1 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مبانٍ.